تخوف من عنده، بالعكس هو راح يحد من انتشار الوباء. وكافي احنا كلش تعبنا ترى من الكورونا، مو صحيح؟ اي والله. مو يعني ليش عندك قناعه انت بي؟ والله ان شاء الله. سؤال يعني بس حتى جاوبنا. والله صراحه يعني تعرف اشاعات هوايه. اشاعات هوايه. زين انا قدامك، انا اخذت اللقاح مال استرازينيكا، انا اخذته. مع العلم انا عندي امراض مزمنه. صح يعني مثلا ورا ما تاخذ اللقاح راح يصير عندك مثل اعراض الانفلونزا لمده يومين مو اكثر، يعني انا بالنسبه لي يوم ثاني يوم راح تكون عندي الاعراض. ان شاء الله. بالعكس يعني انا هسه قدامك يعني كمثال حي. بس ان شاء الله احنا بس يريدك يعني تقتنعون باللقاح، لان هو يعني يحد من انتشار الوباء، وتعبنا مثل ما نقول كافي تعبنا من الكورونا. أيوة. وبعدين يعني مثلا خفيف المضاعفات، لقاح موجود ومجانا والمناشئ عالميه، شنو التردد اللي بس بس افهم. والله يعني انت ليش الدعايات هاي؟ ما يخالف هسه انت بالدعايات. زين الدعايات هسه انت جاي تاخذ لقاح لابنك، تمام؟ اي نعم. هذا هسه هو حال اللقاح اللي انت تاخذه لابنك. انت ليش بدك تاخذ اللقاح لابنك؟ مو حتى يعني مصير عنده اعراض حتى تحصنه مستقبلا من الامراض؟ اي نعم. زين نفس الشيء هذا اللقاح ايضا راح يحصنك من هذه الوباء، يعني بدك تسمع انت وجبه اولى، وجبه ثانيه، موجه ثالثه. نعم. فواحد شوي يحمي نفسه، تمام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله احنا بدكم تقتنعون انتم اهاليتكم جيرانكم اصدقائكم. ان شاء الله. زين عيني؟ ان شاء الله. حفاظا عليكم يعني. ان شاء الله.